بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم في شرح جديد من شرحات دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة جميلة جدا بنبحث كتير فيه، ناس لقيتها بيبحثوا عليها، ازاي احول صورتي لكرتون بكل سهولة. ازاي اقدر احول الصورة بتاعت الكرتون، اي صورة ايا يكن، في ثواني معدودة، مش محتاجة خبرة منك او احتراف، كلها تعمل الصورة. وهنتابع الشرح ان شاء الله قدامكم دلوقتي حالا عملي، الى جانب ان احنا نقدر نضيف موشنز للصور، حركات جميله هنشوفها دلوقتي. الموقع طبعا زي ما تعودنا، رابط الموقع هنلاقيه اسفل الفيديو في الديسكريبشن، اسفل الفيديو ان شاء الله. وبعد الدخول على الموقع هيبقى الشكل زي ما احنا شايفين قدامنا. هنضغط على فروم ديسك اللي قدامنا دي عشان نحمل الصوره الخاصه بينا. انا مثلا هختار الصوره دي، حملتها على الجهاز عندي اهو، تمام. وبعد تحميل الصوره، عمليه الابلودنج ليها على السايت نفسه، الموقع اللي بنستخدمه الوسيط، هيحولني على لوحه التحكم اللي قدامنا، اللي تحت دي اللي بتظهر قدامنا، فيها ثلاث مربعات. ممكن احط موشنز هنا لو انا علمت هنا عليها، احط حاجات متحركه للصوره زي ما احنا شايفينها. دي اول واحده، الثانيه كده اللي هي لكرتون، انا حول كرتون. انا هختار الثلاثة دول، ان انا هحط عليها شكل متحرك للصورة واحولها لكرتون، وهعمل عملية زي الزوم او التقريب للصورة اللي هي دي كده، بحيث تبقى اوضح شوية. يبقى هنحمل الصورة، هنعلم على الثلاثة دول او اللي يناسبك فيهم. ممكن تعلم على واحدة او اتنين او ثلاثة اللي يناسبك، وهنحط تختار الاموشن اللي يناسبك من دول. انا اخترت مثلا سمايل، لو هنبص على الصورة جميلة ازاي، تمام. تحولت الكرتون بكل سهولة زي ما احنا شايفين اهو. لو انا شلت الكرتون، بدأت كده زي ما احنا شايفين الموشنز عليها بكل سهولة. هنحطها تاني وهنبدأ عملية بكل سهولة داونلود للصورة على الجهاز عندنا. هعمل سيف اند شير اللي احنا شايفينها دي، هتفتح لنا صفحة جديدة خالص. ونعمل عملية داونلود على الصورة، ولو حبينا نشيرها على الفيسبوك بكل سهولة هنا، تمام. اعمل داونلود، الصورة هتنزل عندي هنا لما احنا شايفين تحت، هي نزلت. هعمل اوبن ليها على السريع عشان نشوفها برضو على الجهاز. بكده احنا قدرنا نحول الصورة بتاعتنا الكرتون، وحطينا كمان عليها موشنز جميل اللي يناسبنا. ولو في استفسار تحت امركم، طبعا رابط الفيديو ان شاء الله هنلاقيه اسفل، رابط الموقع اسف اسفل الديسكريبشن. لو في استفسار اتمنى تحطوه في التعليقات. لو عجبك الموضوع يا ريت، عجبني لو استفدت منه اعمل له شير او مشاركه لغيرك يستفيد منه. ولو الموضوع عجبك هتلاقي شروحات كتيره ان شاء الله على قناتنا، اتمنى تعملوا اشتراك لقناه دكتور كمبيوتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.